بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الفرقة الثالثة، أهلا ومرحبا بكم معانا في السكشن الخاص بمادة التأمين. إن شاء الله هكون معاكم أنا أحمد نصر محمود، مدرس مساعد بقسم التأمين. هكون معاكم أنا وزمايلي إن شاء الله في التسجيل الخاص بالسكشن الخاصة بالمادة كلها، وهنحاول نغطي معاكم كل حاجة بتخص المادة، وإن شاء الله ربنا معانا كلنا بإذن الله. مادة الخطر والتأمين، الأصول العلمية والتطبيقية، كود المادة 331. منهج الدراسة بتاعنا بينقسم لقسمين أساسيين. الجزء الأول في المادة بيتكلم عن نظرية الخطر كلها، وهنتناول فيها 3 فصول أو 3 موضوعات أساسية. الموضوع الأول بيتكلم عن مفهوم الخطر وتقسيمات الخطر ومسببات الخطر، وأخيرا الحادث وما الخسارة. بعد كده هنتكلم في الفصل الثاني عن مقاييس الخطر، وأخيرا الموضوع الثالث في القسم الأول اللي هو إدارة الخطر. ثم هننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني اللي هو بيتكلم عن نظرية التأمين من حيث مفهوم التأمين والمنشآت اللي بتباشر أو تزاول أعمال التأمين، وجداول الحياة والوفاة، ثم أقساط التأمين، مبادئ فنية ومبادئ قانونية للتأمين، إعادة التأمين، التأمينات العامة بكل فروعها سواء كان تأمين بحري، تأمين حريق، تأمين سيارات، وأخيرا موضوع التأمين الاجتماعي. لو بدأنا مع بعض بالجزء الأول اللي هو بيتكلم عن نظرية الخطر، احنا قلنا إن الجزء ده بيتكون من 3 فصول. الفصل الأول اللي احنا هنبدأ بيه دلوقتي إن شاء الله بيتكلم عن الخطر. الفصل ده بيتلخص في عدة مصطلحات هامة موضحينها في الشكل اللي قدامنا ده. 4 حلقات، الحلقات دي كلها متكاملة ومتلاحقة. في الحلقة الأولى هنشوف معنى أو مفهوم الخطر نفسه، أيضا التقسيمات الخاصة بالأخطار. ثم هننتقل للحلقة الثانية اللي هي بتتكلم عن مسببات الخطر، ثم الحادث، وأخيرا الخسارة من حيث المعنى ومن حيث الأنواع إلى آخره. لو بدأنا بالحلقة الأولى، في الحلقة الأولى قلنا هنبدأ بتعريف أو توضيح معنى كلمة خطر. والخطر هو حالة معنوية بتلازم الشخص عند اتخاذ القرارات. بيترتب على هذه الحالة المعنوية حالة من الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج هذه القرارات اللي بيتخذها الشخص. هذه الحالة أيضا هتتوقف على عاملين أساسيين، هما احتمال الخسارة وحجم الخسارة المتوقعة. لو بصينا في العنصر الثاني في الحلقة الأولى اللي هو بيتكلم عن الأنواع المختلفة للأخطار أو تقسيمات الأخطار، هنلاقي إن الأخطار بتتقسم لأنواع كتيرة، لكن كان أهم هذه التقسيمات إنه بيمكن تقسيم الأخطار بحسب ناتجها إلى نوعين مهمين من الأخطار، هما الأخطار المعنوية أو بيسموها أحيانا الأخطار غير الاقتصادية، ودي من اسمها حتى أخطار معنوية، يعني بيكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية بحتة ليس لها أي صلة بالنواحي المالية، زي على سبيل المثال الخوف من وفاة صديق، أو الحزن على وفاة زعيم ديني محبوب إلى آخره، ليس لها أي علاقة أو ليس لها أي صلة بالنواحي المالية للشخص. التقسيم الثاني أو النوع الثاني في تقسيمات الأخطار بحسب ناتجها، إنه بيقسم الأخطار إلى أخطار أيضا اقتصادية، ودي عكس الأولى. إذا كانت الأولى بتنطوي على النواحي المالية فقط، النواحي المعنوية فقط، فالأخطار الاقتصادية دي بيكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة مالية أو خسارة مادية بيمكن قياسها، زي على سبيل المثال الحريق، تصادم السيارة، السرقة إلى آخره. فكل هذه الأخطار بتنطوي على الخسارة، فرص الخسارة المالية أو المادية، عكس الأخطار الغير اقتصادية أو المعنوية. لو بصينا لتقسيم الأخطار الاقتصادية بقى اللي هي بتنطوي على فرص الخسارة المالية أو المادية، هنلاقيها إن هي بتنقسم حسب نشأتها إلى نوعين أساسيين، يعني هي منشأها جاي منين. منشأ الأخطار الاقتصادية قد يكون أخطار طبيعية أو قد يكون أخطار شخصية. الأخطار الطبيعية أيضا بتسمى الأخطار البحتة، والأخطار الشخصية بتسمى أيضا الأخطار المضاربة. بالنسبة للأخطار الطبيعية أو الأخطار البحتة، حتى من اسمها هي أخطار طبيعية، يعني تلك الأخطار التي يتسبب في نشأتها ظواهر طبيعية أو عامة ليس للإنسان أي دخل في وجودها ولا يمكن تجنبها، وناتجها غالبا بيكون خسارة، زي الزلازل. عمر ما في إنسان هيقدر يتدخل إن هو يعمل زلزال، زي الحروب، زي الفيضانات، زي البراكين. فكل هذه الأخطار هي أخطار طبيعية ليس للإنسان أي دخل في وجودها.
النوع الثاني للأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها هو الأخطار الشخصية أو أخطار المضاربة. والأخطار الشخصية من اسمها برضو هنقول إنها تلك الأخطار التي يتسبب في نشأتها ظواهر بيخلقها الإنسان بنفسه ولنفسه بهدف أو بغرض إن هو يحقق ربح من هذه الأخطار، إلا أن نتيجها قد يكون ربح أو خسارة، مثل المقامرة أو التجارة أو شراء أوراق مالية في البورصة إلى آخره. بتنقسم أيضا الأخطار الاقتصادية بحسب تأثيرها، التقسيم اللي فات كان بحسب نشأتها، قسمناها بحسب نشأتها إلى أخطار طبيعية وأخطار شخصية. أما الأخطار الاقتصادية يمكن تقسيمها أيضا بحسب تأثيرها إلى أخطار أشخاص وأخطار ممتلكات وأخطار مسؤولية مدنية. فيما يتعلق بأخطار الأشخاص من المسمى هنلاقي إن ناتج تحقق مسبباتها خسائر مادية تصيب الشخص نفسه، تصيب الشخص الطبيعي إما في هيكله الجسماني أو في دخله أو الاثنين معا، زي المرض كده. المرض هو أحد الأخطار الاقتصادية التي تؤدي إلى خسارة للشخص نفسه في هيكله الجسماني، وقد تؤثر أيضا على دخله. لما أكيد لما يحصل مرض الشخص ممكن يتقاعد عن العمل فينقطع دخله إلى آخره. التقسيم الثاني في الأخطار الاقتصادية بحسب تأثيرها هي أخطار الممتلكات. وإذا كانت أخطار الأشخاص بتؤثر على الشخص نفسه في هيكله الجسماني أو في دخله، فأخطار الممتلكات بينتج عن تحقق مسبباتها خسائر تصيب ممتلكات الشخص وليس الشخص نفسه، زي تصادم السيارة، زي حريق المنزل إلى آخره. التقسيم الثالث في الأخطار الاقتصادية بحسب تأثيرها إنه بيقسم الأخطار إلى أخطار مسؤولية مدنية. أخطار مسؤولية مدنية أو أخطار المسؤولية المدنية دي بينتج عن تحقق مسبباتها مسؤولية الشخص المدنية أمام القانون تجاه الغير فيما لحقه من ضرر، سواء في شخصه أو ممتلكاته أو كليهما معا. زي لما أكون أنا ماشي بالعربية على سبيل المثال وخبطت واحد في الطريق، هكون أنا المسؤول أمام القانون عن تعويض هذا الشخص عن أي ضرر يلحقه، سواء في بدنه أيضا سواء في ممتلكاته لو أنا خبطت عربيته نفسها مش الشخص نفسه، أو الاثنين معا. أنا اللي هكون مسؤول أمام القانون عن تعويض هذا الشخص، زي على سبيل المثال مسؤولية الطبيب تجاه مرضى، أو مسؤولية صاحب الجراج تجاه أصحاب السيارات، مسؤولية شركات الطيران تجاه أمتعة المسافرين إلى آخره. فكل هذه الأمور هي من الأخطار، أخطار المسؤولية المدنية. هننتقل دلوقتي إلى الحلقة الثانية في الفصل الأول اللي هي مسببات الخطر. بعد ما عرفنا الخطر اللي هو حالة معنوية تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات، هذه الحالة المعنوية هتتأثر نتيجة لوجود مجموعة من الظواهر اللي هي بيسموها مسببات الخطر. ومسببات الخطر في تعريفها هي مجموعة الظواهر الطبيعية أو الشخصية سواء بالنشأة أو التدخل، والتي تؤثر في نتيجة قرارات الأشخاص فتجعلهم غير ذي علم بهذه النتيجة، مما يخلق لديهم حالة الشك أو الخوف من نتائج هذه القرارات اللي هيتخذوها في المستقبل. من التعريف اللي فات ده نقدر نقسم مسببات الخطر لنوعين رئيسيين. النوع الأولاني هي مسببات خطر طبيعية أو أساسية. طبيعية زي ما عرفناها مجموعة الظواهر الطبيعية والعامة التي ليس للإنسان أي دخل فيها، زي الزلازل والبراكين وغيرها. النوع الثاني في مسببات الخطر هو مسببات خطر شخصية أو مساعدة، ودي مجموعة الظواهر اللي قد ينشئها الشخص الطبيعي أو يتدخل في مجراها الطبيعي، سواء كان هذا التدخل بقصد اللي هي بيسموها مسببات خطر شخصية إرادية، أو بدون قصد اللي هي بيسموها مسببات خطر شخصية لا إرادية. هننتقل للحلقة الثالثة في الفصل الأول اللي هي الحادث. والحادث ما هو إلا تحقق مادي وملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو العامة اللي هي مسببات الخطر. لن يقع تأثير درجة الخطورة إلا عندما يكون هناك تحقق مادي وملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو العامة بالنسبة للأشخاص، مما ينتج عنه خسارة مادية. إذا الحادث بتعريفه ما هو إلا التحقق المادي والملموس للظواهر الطبيعية أو الظواهر العامة أو الظواهر الشخصية اللي بيترتب عليها بعد كده خسارة مادية. لو انتقلنا للحلقة اللي بعد كده اللي هي الخسارة المادية، أنا لسه قايل فوق إن الحادث
والتحقق المادي والملموس اللي بيترتب عليه بعد كده خسارة مادية. يبقى إذن في تعريف الخسارة هي نتيجة للحادث، والخسارة المادية تعريفها هي النقص أو الفناء التام، النقص أو الفناء التام، سواء كان هذا النقص أو الفناء التام مباشر أو غير مباشر في قيمة الممتلكات أو الدخل نتيجة لوقوع حادث معين. يبقى إذن الخسارة هي نتيجة للحادث. ومن التعريف اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي الخسارة المادية، نقدر نقسم الخسارة إلى تقسيمين. التقسيم الأول هو بيقسم الخسارة إلى خسارة جزئية، ودي بتتمثل فقط في قيمة النقص، النقص في قيمة الممتلكات، دي اسمها خسارة جزئية. وخسارة كلية، الخسارة الكلية هتكون الفناء التام، الفناء التام في قيمة الممتلكات أو الدخل. يبقى إذن الخسارة الجزئية هي النقص فقط، أما الخسارة الكلية هي الفناء التام في قيمة الممتلكات أو الدخل. نقدر نقسم برضو الخسارة لتقسيم تاني، إن بيقسمها إلى خسارة مباشرة وخسارة غير مباشرة. الخسارة المباشرة هي التي تظهر على وحدة الخطر آثارها، زي لما يكون في حريق كده في المنزل أو حريق في المصنع وشايفين قدام عينينا آثار هذه الحريق، زي سقوط الدهانات، تلف الأساس إلى آخره. كل هذه بتمثل، كل هذه الأمور بتمثل خسارة مباشرة. أما الخسارة غير المباشرة وأحيانا بتسمى الخسائر التبعية، هي التي لا تظهر آثارها على وحدة الخطر، لا تظهر آثارها على وحدة الخطر. يعني دي بتيجي بعد ما الحادث يخلص خالص، وبعد ما بنطفي الحريق على سبيل المثال، لو كان حادث حريق بتبدأ تظهر آثار بعد كده، أو تبدأ تظهر خسائر تانية بعد كده، بيسموها خسائر غير مباشرة، زي خسائر التوقف عن العمل، زي فقدان الربح والكسب إلى آخره. فكل هذه الأمور بتمثل خسائر غير مباشرة في حالة حدوث حريق على سبيل المثال لمصنع، أو زي مثلا لما يحصل حريق في المنزل ويتم تأجير منزل آخر حتى يتم إصلاح المنزل اللي حصل فيه الحريق إلى آخره، أيضا دي بتسمى خسائر غير مباشرة. دي كانت آخر حاجة موجودة عندنا في الفصل الأول. لو بصينا على بعض الأسئلة الهامة اللي ممكن تجيلي في كل هذه العناصر اللي احنا تناولناها، هنلاقي بعض التعريفات المهمة اللي احنا أخدناها، وياريت برضو يكون التركيز من الطالب وهو بيقرأ السؤال، لأنه ممكن السؤال يكون فيه ألفاظ تدخل المعاني كلها في بعضها. لو بصينا للسؤال الأول هنلاقيه بيتكلم عن تعريف مهم جدا، هو بيقول فيه الحالة المعنوية، الحالة المعنوية التي تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات مما يترتب عليه حالة الشك أو الخوف من نتائج تلك القرارات، والتي تتوقف على احتمال وحجم الخسارة. لأن هذا التعريف بينطبق على الخطر نفسه، ليس مسببات الخطر، لأن مسببات الخطر هي مجموعة الظواهر الطبيعية أو العامة إلى آخره. الخسارة هي النقص أو الفقد التام في قيمة الممتلكات أو الدخل. الحادث هو التحقق المادي والملموس لظاهرة الخطر. يبقى إذن الخطر هو الحالة المعنوية التي تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات. يبقى إذن هذا التعريف بينطبق على الاختيار الثاني وهو الخطر. لو انتقلنا إلى السؤال الثاني، أيضا جايب لي تعريف وبيقول لي هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة مادية يمكن قياسها. احنا عرفنا انه بيتم تقسيم الاخطار حسب ناتجها الى قسمين، القسم الاولاني بيقسمها الى اخطار غير اقتصاديه او معنويه، ودي اللي بيكون ناتج تحقق مسبباتها خساره معنويه. القسم الثاني او النوع الثاني هو اخطار اقتصاديه، ودي اللي بيكون ناتج تحقق مسبباتها خساره ماديه يمكن قياسها. يبقى اذا لما يجي ويقول لي هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خساره ماديه، هنلاقي ان الخساره الماديه دي بتنطبق على الاخطار الاقتصاديه، وليس على الأخطار غير الاقتصادية، وليس على أخطار الأشخاص، وليس على أخطار المسؤولية المدنية. إذن هذا التعريف بينطبق على الأخطار الاقتصادية. ممكن نفس السؤال ده يجي لي ويغير فيه كلمة واحدة بس، ويقول هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية، خسارة معنوية وليست مادية. إذا كان ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية، فهذا ينطبق على الأخطار غير الاقتصادية. أما إذا كان ناتج تحقق مسبباتها خسارة مادية، فهذا ينطبق على الأخطار الاقتصادية. يبقى إذن على الطالب إن هو يقرأ السؤال بشكل مظبوط علشان الألفاظ ما تكونش متلخبطة معاه. أيضا سؤال آخر بيقول لي هي النقص في قيمة الممتلكات أو الدخل، هي النقص
لم يتحدث عن الفناء التام، هو قال بس هي النقص في قيمة الممتلكات أو الدخل نتيجة وقوع حادث معين. هذا التعريف في النقص، النقص قلنا ده بيمثل الخسارة الجزئية. أما لو قال لي هي الفناء التام، هي الفناء التام في قيمة الممتلكات أو الدخل، كنت هختار الخسارة الكلية. يبقى إذن لما يقول لي النقص أختار الخسارة الجزئية، لما يقول لي الفناء التام أختار الخسارة الكلية. بيقول لي هنا سؤال تاني مهم كنت لسه بقوله، هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها، ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية. احنا قلنا ان الخسارة المعنوية دي هي اسمها الاخطار غير الاقتصادية، اما اللي بيترتب على تحقق مسبباتها خسارة مادية هي الاخطار الاقتصادية. في السؤال السابق اللي هو رقم 2 لقينا ان ناتج تحقق مسبباتها خسارة مادية، فاخترنا الاخطار الاقتصادية. اما في السؤال الرابع ده بيقول لي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية، فهذا ينطبق على الاخطار غير الاقتصادية. لو انتقلنا للسؤال الاخر بيقول لي هي التي تنتج عن ظواهر طبيعية او عامة ليس للانسان اي دخل فيها. الذي ينتج عن الظواهر الطبيعية او العامة التي ليس للانسان اي دخل فيها، مؤكد هيكون هي الاخطار الطبيعية زي الزلازل والبراكين زي ما قلنا. اما الاخطار الاقتصاديه احنا لسه قايلين تعريفها حالا، دي اللي بينتج عن تحقق مسبباتها خساره ماديه. اخطار الاشخاص هي التي تؤثر على الشخص نفسه سواء في هيكله الجسماني او في دخله. الاخطار المعنويه هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خساره معنويه. يبقى اذا الاخطار الطبيعيه هي التي تكون نتيجه لظواهر طبيعيه او عامه ليس للانسان اي دخل في وجودها. بيقول لي في سؤال تاني، تنقسم الأخطار الاقتصادية، الأخطار الاقتصادية بقى احنا ادينا تقسيمين في الأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها وبحسب تأثيرها. وقلنا إن الأخطار الاقتصادية بحسب نقط، بيقول لي تنقسم الأخطار الاقتصادية بحسب نقط إلى أخطار شخصية وأخطار بحتة. احنا قلنا بيتم تقسيم الأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها إلى أخطار شخصية وأخطار بحتة. يبقى إذا الاختيار الصحيح هو الإجابة سي، يعني تقسيم الأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها إلى أخطار أشخاص وأخطار بحتة. أما تقسيم الأخطار الاقتصادية بحسب تأثيرها، بحسب تأثيرها فيقع تأثيرها على 3 حالات، هي أخطار أشخاص وأخطار ممتلكات وأخطار مسؤولية مدنية. وتقسيم الأخطار عامة، مش الأخطار الاقتصادية، تقسيم الأخطار عامة بحسب ناتجها تنقسم إلى أخطار اقتصادية وأخطار غير اقتصادية. يبقى إذن في سؤالنا اللي هو تقسيم الأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها تنقسم إلى أخطار شخصية وأخطار بحتة. في سؤال آخر بيقول لي هي مجموعة الظواهر الطبيعية، مجموعة الظواهر الطبيعية أو العامة التي تؤثر على حياة الأشخاص وأعمالهم وممتلكاتهم. احنا قلنا مجموعة الظواهر، مجموعة الظواهر اللي بتؤثر في قيمة الخطر قد تكون ظواهر طبيعية وقد تكون ظواهر شخصية بيخلقها الشخص. والظواهر دي في مجموعها هي أصلا مسببات الخطر وليس الخطر نفسه، مسببات الخطر اللي هتؤثر على درجة الخطر بعد كده. إذا مسببات الخطر هي مجموعة الظواهر الطبيعية أو العامة التي تؤثر على حياة الأشخاص وأعمالهم وممتلكاتهم. إذا الإجابة الصحيحة هي مسببات الخطر. في السؤال اللي بعد كده بيقول لي هو التحقق المادي والملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو الشخصية، التحقق المادي والملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو الشخصية. هذا التعريف ينطبق على الحادث، لأن الخسارة اتفقنا أنها النقص أو الفقد التام في قيمة الممتلكات أو الدخل. أما الخطر فقلنا هو حالة معنوية تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات. يبقى إذن التحقق المادي والملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو الشخصية هو الحادث. لو انتقلنا لسؤال آخر بيقول لي هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسارة مادية، خسارة مادية تصيب الأشخاص، حدد لي هنا أنها بتصيب الأشخاص الطبيعيين في هيكلهم الجسماني أو في دخولهم أو الاثنين معا. احنا قلنا طالما بيقع ناتج تحقق مسببات الخسارة على الشخص نفسه فدي بينطبق على أخطار الأشخاص، أما إذا وقع تأثيرها على ممتلكات الشخص بيسموها أخطار ممتلكات، أما عن مسؤولية الشخص المدنية تجاه القانون فهي أخطار المسؤولية المدنية. يبقى إذن لما يجي يقول لي هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسارة مادية تصيب الأشخاص الطبيعيين، ده ينطبق على أخطار الإيه؟ الأشخاص.
نفس السؤال ممكن يجي يقول لي هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسارة مادية تصيب ممتلكات الشخص. تصيب ممتلكات الشخص، تبقى إذن هي أخطار الايه؟ الممتلكات. السؤال الآخر بيقول لي هي التي ينتج عن تحقق مسبب الخطر في صورة حادث وتظهر على وحدة الخطر آثارها. هي التي تنتج عن تحقق مسبب الخطر في صورة حادث تنتج عن الحادث، يبقى إذن هي الخسارة. وإحنا قلنا إن الخسارة بيتم تقسيمها إلى قسمين، القسم الأولاني هي خسائر جزئية وخسائر كلية، أما القسم الثاني هي خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة. إذا ذكر في السؤال أن ناتج تحقق مسبباتها تظهر على وحدة الخطر، تبقى دي الخسارة المباشرة. لو قال لي لا تظهر على وحدة الخطر آثارها، كنت هختار الخسائر غير الإيه؟ غير المباشرة. لكن الخسارة الجزئية اتفقنا أنها النقص في قيمة الممتلكات أو الدخل. الخسارة الكلية هي الفناء التام لقيمة الممتلكات أو الدخل. يبقى إذن في السؤال بتاعنا ظهور آثار ناتج تحقق مسببات الخطر في صورة حادث هي الخسارة المباشرة، وعدم ظهور هذه الآثار هي الخسارة غير المباشرة. يعني نفس السؤال ممكن يجي ويقول لي هنا لا تظهر على وحدة الخطر آثارها، فكنت هختار الخسارة غير المباشرة. سؤال آخر بيقول لي يعتبر الإهمال عند الطهي، يعتبر الإهمال عند الطهي والذي أدى إلى وقوع حادث حريق من مسببات الخطر الطبيعية ولا الشخصية الإرادية ولا الشخصية غير الإرادية ولا كل ما سبق. الإهمال عند الطهي مبدئيا هو مسببات خطر شخصية، وأن هذا الإهمال طالما إن هو إهمال، يعني الشخص مش متعمد إن هو يعمل حادث الحريق ده، فبتنطبق إلى على مسببات أخطار الأشخاص غير الإرادية. أما إذا كان هذا الشخص متعمد وقوع حادث الحريق، ده بينطبق على مسببات الخطر الشخصية الإرادية. يبقى إذن يعتبر الإهمال عند الطهي أو الإهمال في إلقاء السيجارة بعد التدخين، كل هذا الإهمال بينطبق على الأخطار الشخصية غير الإرادية أو اللا إرادية. السؤال الأخير في الجزئية بتاعتنا النهاردة هي النقص أو الفناء التام المباشر وغير المباشر في قيمة الممتلكات أو الدخل نتيجة وقوع حادث معين. النقص أو الفناء مع بعض، النقص أو الفناء مع بعض، يبقى ما أقدرش أقول عليه الخسارة الجزئية، وما أقدرش أقول عليه الخسارة الكلية، وما أقدرش أقول عليه أيضا الخسارة المباشرة وغير المباشرة، لأن النقص أو الفناء التام المباشر وغير المباشر هو التعريف العام للخسارة المادية. يبقى إذا الاختيار المناسب لهذه الحالة النقص أو الفناء التام المباشر وغير المباشر في قيمة الممتلكات أو الدخل نتيجة لوقوع حادث معين هي الخسارة المادية. بعد ما غطينا دلوقتي الفصل الأول بكل الموضوعات الخاصة فيه وشفنا بعض الأسئلة الخاصة بيه، إن شاء الله المرة اللي جاية هنتناول الفصل الثاني مع بعض، سواء كنت أنا أو أي أحد من زمايلي، وأخير إن شاء الله يعني.